الآن عندنا ما يسمى الـ IV كيرف أو منحنى الخلايا الشمسية للجهد والتيار. نبغى بس نعرف إيش تأثير شدة الإضاءة والضوء اللي راح يسطح على الألواح الشمسية، إيش تأثيرها على الجهد وإيش تأثيرها على التيار. فعندي هنا المنحنى هذا يمثل لي التيار، يبدأ من 0 إلى 10 أمبير، والمنحنى هذا الجهد يبدأ من 0 إلى 40 فولت. لو تلاحظ إنه معظم الخلايا الشمسية والألواح الشمسية تصمم عند درجة حرارة 25 وعند شدة إضاءة أو غطاء اللي هي نسميها الراديشن، اللي هو الطاقة شدة الإضاءة أو الإشعاع الضوئي، قدره 1000 واط لكل متر تربيع، وهذه تكلمنا عنها اللي هي الـ STC أو اللي هي شروط الـ Standard Test Condition اللي هي شروط الاختبار المعيارية اللي يتم تصنيع الألواح الشمسية عندها. فالألواح تصنع عند درجة حرارة 25 وشدة إشعاع 1000 واط لكل متر تربيع. لاحظ لما يكون شدة الإضاءة عند 1000 واط متر تربيع، فإن التيار عطانا هنا 8 تقريبا، والجهد عطانا تقريبا حول يعني تقريبا 37 أو 38 فولت. الآن لو افترضنا أن الضوء أو شدة الإضاءة قلت إلى 800، فلاحظ التيار قل بشكل واضح، وصل إلى 6.5 تقريبا، من 8 إلى 6.5. ثم لكن لاحظ الجهد، التغيير في الجهد ضعيف جدا أو صغير جدا. لاحظ لما صار مثلا عند شدة الإضاءة قلت بشكل كبير عند 200 واط لكل متر تربيع، لاحظ التيار قل أصبح أقل من 2 أمبير، في حين أن الجهد، لاحظ أن الجهد ما تأثر كثير. لاحظ هنا التغير في الجهد قليل جدا مقارنة في التغير في التيار، لاحظ من 8 أمبير إلى أقل من 2. فهذا يعطينا دليل على أن الإضاءة أو شدة الإضاءة للإشعاع الشمسي يؤثر تأثير كبير على التيار الناتج من اللوح، وتأثيره قليل جدا على التيار، على الجهد أو جهد اللوح. لذلك من المهم جدا هو الحصول على إضاءة كافية، لأن الألواح الشمسية تسمى مصادر تيارية. أما الجزء الثاني للتجربة الرسمة، اللي هي تأثير درجة الحرارة على الجهد، على التيار والجهد. ففي الوقت اللي قلنا فوق هنا في الرسمة هذه إن الضوء يؤثر بشكل مباشر على التيار أكثر من تأثيره على الجهد، يعني تأثيره على الجهد تقريبا يهمل. في درجة الحرارة نجد العكس، لاحظ عند درجات حرارة مختلفة، في البداية عند درجة حرارة 10 درجة، ثم 25 درجة، ثم 40، ثم 55، ثم 70 درجة. فعند 10 درجات لاحظ التيار نفس التيار، عند 25 تيار نفس التيار، ما كان في تأثير كبير على التيار بالنسبة لتغير في الحرارة. فالحرارة ما تأثر في التيار تأثير كبير، فلاحظ التيار ثابت مهما اختلف إيش درجة الحرارة. في الوقت اللي نلاحظ هنا الجهد مثلا، فالجهد يتأثر تأثر كبير، فلاحظ في عند درجة حرارة 10 كان الجهد تقريبا 38، أما عند درجة حرارة 70، يعني صار درجة حرارة عالية 70، فدرجة الجهد صار قريب من 31 أو 32، ففي فرق في الجهد هنا. فهذا يعطينا انطباع إنه تأثر التيار بالحرارة يكاد يهمل، لكن تأثره بالجهد، تأثر الجهد بالحرارة أو درجة الحرارة تأثر كبير وواضح. إذن شدة الإضاءة يؤثر لنا في التيار، أما درجة الحرارة فهي تأثر على الجهد. الآن راح نشرح تطبيق مباشر على النظام المعزول، وهو عبارة عن مصباح أو إضاءة شارع. الإضاءة هذه مركب عليها لوح شمسي، وراح تعمل في تغذي البطارية، تشحن بطارية عن طريق منظم عشان تشغل اللمبة في الليل طبعا. فالدائرة هذه أنا مكبرها هنا، هذا الكلام اللي هنا
هي نفسها الجزئية اللي هنا موجودة، بس أنا مكبر الكلام هذا. فعندي اللوحة الشمسي في النهار راح تسطع الشمس، فإيش اللي حيصير؟ حيشحن لي عن طريق الشاحن، حيشحن لي البطارية، والبطارية راح تغذي مباشرة المصباح. فالمصباح اللي هنا دي سي، ما نحتاج هنا نظام انفرتر، يعني ما راح نحتاج جهاز تحويل اللي هو هذا الجهاز، راح نستغني عن هذا الجهاز لأن الحمل مباشرة هو إضاءة للذات، يعني إضاءة دي سي. فنحتاج لوح شمسي مع شاحن، والشاحن راح يشحن البطارية فترة النهار. في الليل في هذا النظام في حساسات تستشعر الضوء، فتقوم يستشعر نعم الضوء، فيجد ان الضوء انتهى او اختفى، فيبدا الظلام فتشتغل اللمبه هذه. هذه احد التطبيقات المشهوره الان اللي هي اضاءه الشوارع باستخدام الخلايا او الالواح الشمسيه، وهي بدات تنتشر عندنا في السعوديه وفي بعض البلدان العربيه.